معكم محظور الضيف محكور خليك واضح بلدي كور الضيف والدور ايك على طول مسوي عملية ولا كنتو يا ابن فلانك كشر علاك شلوموني يا انا انتو انا بسوار بسوار ايش عيب مشكور بجاسم حبيبي ما قصر حبيبي ان شاء الله ان شاء الله استضيفك بلوك برزيك باي باي حياك الله تسلم مشكور حلقتنا اليوم عن التنمر يلا يا رحمن تعذب بنت التعبان ترقص وتغني وتسافر ويا صبيان يلا نهشتقها نفضحها وانت الكسبان يلا صفقولي وشجعوني مثل الخرفان والله الريال فنان أدبها بنت التعبان لا يا ولد ما يصير بعد تشتم لي بنت والله الريال فنان أدبها بنت التعبان متربي وخوش إنسان يعجبني بسب النسوان يا ريما ها؟ أبوي صار مسؤول؟ مبروك مبروك والله يستاهل مبروك باكر عشاكم عندي وانا ولد المسؤول يلا يا فصيل طاح العشاء يلا احجز بعدين يا اخي مو وقتك الحين خلصت 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 يا اخي دق على مكتب وفكنا اضمن لك اذا بتحجز فندق قديم انت الحين تطبيق المسافر زلم والسعر اللي تشوفه وهو اللي تدفعه ما تندبس هناك اوه هلا ولد المسؤول توني قاعد اشوف خبر تعيينه يلا يا رحمن تفنش هذا المسؤول ما عنده تعليم متخرج درجة مقبول مطلق مديون وتارك يد المشلول يلا صفقولي وخل نضحك على هالبهلول والله الريال فنان أدبها بنت التعبان لا يا ولد ما يصير بعد تشتم لي بنت الناس وتفضح بالمرة سجلها تغذ الناس بس هذه مسخرة والله الريال فنان أدبها بنت التعبان متربي وخوش إنسان يعجبني بسب النسوان بما أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بالتمثيل والممثلين فعشان تعرف حقيقة شخص عطى حساب وهمي قل له هاك حساب وهمي وغرد على كيفك شو راح يصير؟ راح تطلع تربيته الصجية وعاد أخذ سب وشتم وتنمر واستهزاء وما إلى ذلك والسؤال اللي دائما يطرح نفسه الناس دائما تسأل هالسب هذا ليش موجود بمجتمعنا؟ شنو سببه؟ والله العظيم أنا إلى اليوم مو عارف الإجابة 100% لكن سألنا الناس في تويتر يا جماعة السب اللي قاعد يصير على المشاهير مثلا شنو سببه؟ الغالبية قالت أنه بسبب سوء التربية والأخلاق وفي منهم قالوا أنهم شوية مريضين نفسياً أو قاعد نفسهم على مشاكلهم الخاصة وهل فعلاً المشكلة You ordered from carriage?
يس بات نوت ناو شوتينج ليتر 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 شوتينج جو يو كان جو يو كان جو يو كان جو. هل فعلا اليوم المشكله من اولياء الامور؟ هل هم فعلا ربوا عيالهم بطريقه غلط ولا فعليا عندهم تنفيس؟ نسأل الشارع. جاهزين حق سؤال الشارع؟ شيكم تلبتون دوروني ترى كامي. ايش رايك بعبارة ان ضريبة الشهرة ان الناس يسبون المشهور؟ لا لا ما هذه عبارة مو اللي يسبون المشهور لا. اذا كان شيء غير قلة الادب طبعا يستحقون السب. يستحقون السب؟ ايه اخلاقنا احنا اجتماعية يعني عربية اسلامنا يعني ما يعطينا ان نشلح او نلبس لباس غير لباس يعني. هل اخلاقنا احنا كمسلمين ان اذا واحد غلط نروح نسبه؟ لا ننصح. لا ليش؟ انتقاد بس السب مو لازم مو لازم. بس مرات في مشهور ينرفز يعني يقول شيء صراحة ما يعجبك يحاول انه يخرب المجتمع، شو انا واقفة عند حده؟ انتقده. زين اذا ما تبسب نستهزئ فيه ايش رايك؟ ممكن برضو ما نسبوش. ما تسبه؟ الدين معلمنا التسامح. طيب انا يوم حطيت هذا ليش سكت يعني ما قلت شيء؟ والله ما ادري هو شغله مفيده اللي حطيتها. مارست عليك التنمر دخلت بحياتك بس ليش سكت ما سويت شيء؟ عادي في طرق ثانيه مو لاني اسبه. شو اسوي له؟ اقول رايي باللي قاعد يسويه انه هو غلط ابين. مو راضي يتغير مو راضي يتعدل. انا مساله علي اني اقول رايي فقط. طيب هذا الشخص اساء الدين. اساء الدين في مشايخ في ناس افهم مني. بس ما اسبه اجتمع عشان اوقف عند حده؟ لا نهائيا. زين نطلع له فضايح ثانيه ايش رايك؟ هم هذه بعد غلط. ليش ما مثل ما هو قاعد يصير حق الدين لازم اطلع فضايح. دور له فضايح؟ اي صح؟ لا ما ايد سالفه هذه. ارد عليه باخلاقي ولغه السب خطا. انا ضد مبدا السب والشتم حتى لو اللي قدامي غلطان لانه انت بتعكس حالك. انا ممكن ارد عليه باسلوب لائق. طيب. فانا اللي ما يجوزي ما اتابعه. اللي يسبون منو هذيل اللي في السوشيال ميديا؟ هذيل ناقصين عقل ودين. هذا مال انت؟ ليش ما يقول مال انت؟ I thought you just joking. I am joking and I am sorry for this. Not seriously. I thought you are not seriously just joking. No, you should say this is my trolley. Where are you going? Take it, it's yours. I saw camera everywhere. So you are polite because of the camera, huh? Yeah. ما شاء الله ما شاء الله شنو هالطيبة اللي نازلة على المستمع. يا سلام أذيهم مؤدبين ضد السب ضد الشتم ضد الكذا. واضح أن أولياء أمورنا جزاهم الله خير ضد هالموضوع. أهل البلا بالصغار منو خرب الصغار ها؟ وشنو ضرر أصلا السب والشتم؟ مش عيب سوي سالفة أنت على الموضوع. حل اليوم تعليقاتك البسيطة اللي قاعدة تقطها في السوشيال ميديا لها أثر على الناس ولا ما لها أثر عليهم؟ عموما You are order. My order. خلاص كارج I know. أنت أسرع ناس. خلاص go go. Okay. Thank you. Thank you. خلاص عرفنا كارج أسرع خدمة توصيل. خلاص عرفنا يا جماعة كلك شوية. عموما اليوم عندنا مشهورة وأبوها وايد معروفة. الناس تدخلوا في حياتهم وعلقوا عليها بشكل مبالغ فيه. هل فعلا اليوم الناس غلطوا؟ هل المشاهير نفسهم العائلة نفسها غلطت؟ ما ندري. معانا اليوم ما بي مو قادر حلا الترك وأبوها موجودين ورا. قبل لا ندش ونحاورهم بقصتهم اللي أثارت الإعلام ومشاكل الوالد وأمها ودنيا بطمة والقصص هذه والناس ما شاء الله تحب تدخل بخصوصيات الناس، ودنا نعرف طبيعة علاقتها بأبوها. علاقة قوية ولا لا؟ إلى قول الصج. السلام عليكم. أهلا 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 والله حيا
يلا من يومنا. الله يحييك. اهلا. يا حي الله للبحرين، شلونكم؟ تمام الحمد لله. شخباركم؟ زينين؟ خير الحمد لله الله يسلمك. استانستوا بالكويت؟ اكيد مستانسين. تقولونها هلون ولا مو هلون؟ نقولها هلون، نقولها هلون عاد. شنو قايل ذي بعد؟ راح نبلش مع حلا بعدين راح نيجي لك يا ابو حلا، حياك الله طال عمرك. الله يسلم عمرك يا مرحبا حلا. تقدر تحط السماعه عشان اعزل لك عزل تام. اعزل اخوي. متى يوم ميلادك؟ 15/5/2002. والله 2002؟ حتى ما لحقت على أزمة الألفية؟ لا. طيب زين، عيد ميلاد أبوك متى؟ 27 مارس. مارس أي سنة؟ 1900 ما أدري. ليش تحكين شعر سبحة أنت؟ متى هو يوم ولادة حلا؟ 15/5/2002. طيب طال عمرك أنت متى عيد ميلادك؟ 27/3. أي سنة؟ 80. 80. تدري إن حلا ما تعرف أنت انولدت بأي سنة؟ والله عاد كيف. حلا تدرين أبوك بأي سنة انولد؟ أي سنة؟ سنة 70. 70 تدرين كم عمره الحين؟ إيه؟ يعني 47. ما شاء الله، الله يطول في عمره إن شاء الله. الحمد لله والشكر. أوهو. طير أبوها 10 سنوات. طيب مو مشكلة. الجوتي مالك كم مقاسة؟ 38. أنت مقاس 38؟ إيه ما شاء الله. أي هم صح، أنت بعدها تكبرين بسرعة فأتوقع عادي. طيب أستاذة حلا، تعرفين مقاس جوتي الوالد؟ ممكن 49، ممكن 40، ما أدري. 49؟ إيه أنا 44. 44. تدري حلا كم عطتك مقاس؟ عادي 41. كان زين؟ تم 49 عادي. إيه بنتي عبالها كذي تكبر مقامك، فاهم المقاس جوتي غلط. بالبيت أبوك يدخل باب غرفتك يعني يفتحها على طول ولا يعطيك مجال ويطق الباب طق طق تقولي له من هو وتاخذون وقت؟ هو بس يطق الباب ويدش داخل. أنت ما تكفلين باب غرفتك؟ ساعات. ليش؟ بس كذي. شندت قاعد حاكين؟ يا تقدري تحطين السماعة؟ أوكي شكرا. عفوا. أهلا. حلا تقول إن هي مو ماخذة راحتها في فندق الريجنسي لأن أنت طلبت كونكتد روم، إنك بأي لحظة ممكن تدخل عليها. إيش رأيك في هالكلام؟ طبعا كلام كذب. كلام شنو؟ كذب أكيد. لا مو بعلى قصة شيء خلاه كونكتد روم، يعني أنت تقدر تخلي قطعة منك في مكان وأنت في مكان. الله كم أنت كبير. تقدر تحط السماعة وراح نشغل لك أغنية جلادياتر على هالأداء هذا. عمرك سقطتي بمادة بمقرر مدرسي؟ لا. إي ولا لا؟ لا 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 ولا مرة سقطتي؟ لا. متأكدة؟ ترى سألنا الوالد. سأله. أعطيك فرصة ثانية. لا سألناه خلصنا، بعطيك فرصة ثانية تعيدين الإجابة. يلا قولي الصج. إيه بس مرة. بشنو؟ أي مادة؟ ما أتذكرها من زمان. علينا عبالك ما أدري. طيب تقدرين تحطين السماعة؟ شكرا. العفو. أهلا. هي سقطت في مادتين. شنو هما؟ هي واحدة كانت منهم الماثيماتكس الرياضيات. إيه. زين والثانية كانت أعتقد إذا ما خيبتني ذاكرتي في الكيمستري. زين بقول حلا، شو اخبار الماث وياك زين؟ انا بعرف ابوي ايش قال لك. انا ابوي اكيد قال لك شيء عني في الماث. زين وش اخبار الكيمستري؟ كيمياء زينه. الحين صرتي تذكرين ها؟ ها. طيب فلوس اعلاناتك شلون تاخذينها من ابوك؟ يحولهم اكيد يعني بالبنك وشي يخليهم. طيب تعرفين انت الارقام هذه مالت اعلاناتك ولا ما تدرين؟ لا ما تناقش. بس اعرف انه هو عدد كبير يعني. فانت ما تدرين اذا حولها كامل ولا لا. تقدرين تحطين السماعة. اوكي. شكرا. العفو. اهلا. في عنده حساب خاص يدخل في حسابها. وهل تحول لها المبالغ كاملة؟ طبعا ما تاخذ نسبة. لا 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 لا.
اخذ نسبة شنو؟ على بنتي؟ لا على شركتك، ان انت شركتك. هي الشركة لها بعد في النهاية يعني. انت الحين هي عقدتها مع شركتك صح؟ طبعا يعني مع ترك برودكشن. شركتك قاعدة تدير اعمالها فمفروض لها نسبة. شوف هو بقول لك يعني هو مو بنا احنا يعني هذه الشركة في النهاية لهم، وشركتنا يعني مع فنانين مثلا نفس حلا ولا زوجة الدنيا طبعا هم اصحاب الشركة فما نحط عليهم، احنا الفنانين الثانيين اي طبعا في لنا رسوم ونسب ناخذ عليهم بس لكن اسرتك ما تاخذ عليهم. اكيد طبعا. طيب هل حلا تعرف هذه الارقام اللي قاعتيها؟ نو. هل انت تتوقع طفل عمره 14 سنة راح يقدر المبلغ اللي انت راح تقوله؟ ان قلت له مثلا 1000 بحسه وايد، وهو اقل شيء قاعد تتقاضى حلا بمعدل ال 10000 دولار. ما شاء الله. وغيرها وغيراتها وغيراتها وغيراتها. غيراتها غير عن غيرها ولا نفس الشيء؟ لا غيراتها يعني غير وغير 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 وغير. بس هذه بالبحريني. هي معود. اوكي شكرا. شكرا مصايب قايل لك. عشان شي طولت الاغاني اقول والله يا والله شكلها مصايب بس ما تبين الحين، تبين بعد 10 سنين اتوقع. انت تاخذين من ابوك مصروف شهري صح؟ اي طبعا. كم هالمبلغ؟ خلت صريحة أسئلتي مو مريحة. إيش دعوة؟ بس اسمه قول 40 دينار 50 دينار هاللون. هاللون. تقدرين تحطين السماعة؟ إن شاء الله. شكرا. العفو. أهلا. شهريا كم تعطي حلا مصروف؟ هي لا الطوف ال 1500. في أشهر الطوف هذا المبلغ، في أشهر أقل من ذي المبلغ. يعني في أشهر الطوف الألف ونص دينار وفي أشهر أقل. يعني مثلا لما تيك أنت في شهر تقول لك والله أنا هالشهر بابا أبي آيفون وأبي مثلا الآيباد إير وأبي مارشنو وأبي الماك نوت مارشنو، هاي تيك أنت قطيت الألفين ونص ثلاثة عادي. طيب حلا صدق والله أنت شلون كبرت بسرعة؟ والله صدق شلون أنت عرفت قبل فترة صغيرة. أنا ما أدري ليش هالأوادم يعني يسألوني هالسؤال دائما، يعني ما ادري ليش شنو وين اللي كبرت بسرعه شلون يعني من اي ناحيه يعني مثلا انت عمرك 10 سنوات السنه تقول ترى السنه الجايه بتصير 11 تقولين موابي ابي 12 تنطين سنتين ليش؟ لا لا ايش دعوه مستعيله على لا. شنو؟ لا مو مستعيله. زين الحين انت كم عمرك؟ الحين انا عمري 14 سنه. يلا بعد الحلقه باسبوعين بتصير 16 واذكركم. زين ليش الناس دائما يقولوا لها انت كبرت بسرعه؟ والله عاد كيف الناس مريضه شو ترد عليها؟ بدل ما يقولون ما شاء الله تبارك الله يقول لك بول. شو يقولون؟ بول. شو تأكلها؟ أكلها. عادة تشوفك؟ إيه. ترى تغير صراحة. مدوة. حبيبي ماما وعني ماما. تشينا أول مرة تشوفهم بعض؟ وقلت لهم إنك أنت رسبت في مادة واحدة بس باباتي؟ عادة أعرف شنو قلت حق أبوي. لا يا بابا بس عادي شوفي ترى الواحد مو بعيب بابا انه يقول الصدق. خلنا اقول لك بابا يعني الحين اذا انت في مكاني وسالوك سؤال حلو والسؤال يعني سؤال محرج يقول انك سقطت ماده بتجاوب تقدر تقول الصدق؟ لا عادي قولي لهم انا ما قدرت. اي قلتي لهم لا انا ما اسقط. يما انا اللي ما تعرف الرياضيات. اعتبروا بيتكم يا جماعه خذوا راحتكم خذوا راحتكم اعتبروا بيتكم. عادي عادي قلبي. حيا الله للبحرين. الله يحييك. نورتونا. يا مرحبا. ما صار عمرك 15 في هالنص ساعه كبرتي بابا؟ تشوف بابا. سؤال، انت الحين انا سمعتك بلقاء تقولين ان انت بالمستقبل بتبطلين غنى. صدق عاد بتبطلين غنى؟ انا ابي اوقف. ما اقول لك ما ابي. ليش؟ بس ابي اشوف حياتي، ابي اشوف قاعده ابني مستقبلي. انا وراي دراستي وراي جامعه. زين ليش ما تدرسين شيء بمجال الغنى مجالك يعني؟ لا انا قررت ادرس طبيبه اسنان. يعني رغم الشهره اللي سويتيها وكذا بس الاهم عندك الشيء اللي تحبينه. اكيد. والله برافو عليك. اي انا في البدايه بس يعني ودي اعرف انت يعني اسمك محمد ولا موفق؟ موفق محمد. اسمين يعني. موفق ان شاء الله. طيب طال عمرك انت صوتك حلو يقولون. غنيت؟ طبعا. طيب غنيت قبل. طيب غني لنا شيء بسيط. شوي اخ من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني. شوي اخ من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني.
تن 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 تن. يعطيك العافية والله دائما سهل يعني. الحين عاد ندش بالجد تمام. فأبيكم تحطون ببطنكم بطيخة صيفي، وأبيكم تشربون شاي ربيع وتروقون شاي إكسبرس، كل واحد ياخذ له رشفة لأن اللي جاي حامي. يلا يعني بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلا أنت تقولين أن تعليقات الناس ما تهمك. دام التعليقات ما تهمك، ليش مقفلة تعليقاتك في الانستغرام؟ الناس اللي يتابعوني 24 ساعة شافوا شيء ما عجبهم، حلو؟ حلو. يحطون تعليق يعني صج ما تنقول. ناس دخل روحها في شيء ما لها شغل، ناس تتكلم وتسولف وتحكي ما رسنا. زين أنت الحين قبل التعليقات اللي تجيلك ما في منها تعليقات حلوة؟ في الكومنتات التعليقات اللي تخلي الواحد لما يشوفه يستونس، يبتسم، يعطي الابتسامة اللي من قلبي يعني. صح. أنت الحين كم وصلتي فولورز بالإنستغرام؟ 1.7 مليون. ما شاء الله. والله عندك خطة قوية. فولورز ملوتك تودينهم طال عمرك في موقع جديد اسمه تواصل إعلاني، اسمه مزايدة حق الخليج. تروحين تبيعين فيه أي شيء تبينه ويدفعوا لك مباشرة. حلو؟ وياخذون منك 1%. انزين. ولا ال 40 دينار اللي كنت تاخذينها تقولين عنها؟ بابا خلي. من اللي ياخذ 40 دينار؟ هي تقول لو تاخذ 40 دينار. ال 40 كم صفر بابا؟ بنتك قالت عن يدتها في فيديو مصور عبارات ما كانت جيدة، وانت بالمقابل وانت قاعد ترد عليها يوم تقول لها روحي نامي، ما قلت لها ان هذه العبارة خطأ. هل انت بالنسبة لك اخلاقها تجاه من هم اكبر منها غير مهمة؟ انا كنت وقتها انا قاعد ارد على شيء اللي صار، ان الفيديو اللي انتشر وان تصور من قبل امي الله يحفظها ووجه لها تحية طبعا. فانا قاعد ارد يعني بطريقتي انه يا جماعة ترى الموضوع ما ادري شنو. في دشة حلا كانت الدشة عفوية وكانت مقهورة وكانت تتكلم من حرتها من كثر ما انا متضايقة. فهذا الموضوع يعني مع الاسف انك انت اسجل ونزلته وتعمدت ان انا انزله بيني وبينك ما يغلطون. ممكن اشغل لكم الفيديو بس عشان تسمعوا ويا بعض؟ اي اكيد. خرب مخه. خرب مخه. هاك. شنو قلتي؟ خرب مخه. اخترب مخه. اخترب يعني ايه هي؟ اخترب مخه. اخترب اخترب في الطريقة. اي مخه اخترب. اي. لما واحد يقول عن احد كبير بالعمر في خراب مخه، تعتقد هذه عبارة صح ولا؟ ارجع هي مو صحيحة واقولها. انا قلت لك مو صحيحة بس الواحد لحظة عصبيته يقول أي شيء. أوكي مفهوم. ليش أنت ما يعني اجتزأت هذا المقطع على الأقل وشلته؟ أخوي أنا مثل ما قاعد أقول لك أنا كنت أصور في نص تصوير ونزل الفيديو. طيب كان سويت له إدت يعني على الأقل هالعبارة يعني؟ ما عادي يعني. لأنه كان يبي يشوفني أنا شنو بقول. لا بس أنت شنو الشيء اللي أزعجك وقتها؟ أنت كنت معصبة بالليل؟ أنا كنت أنا قعدت أصيح بيني وبينك، والله بيني وبينك أنا ما كنت أدري إن أبوي مسجلني. لا هو مو بيني وبينك، في ملايين راح تشوف. لا أنا أقول لك الكلام يعني. عرفت؟ فإن ما كنت أعرف إنه هو كان أبوي كان يسجلني. طيب. فطلعت حرتي وقلت له كل شيء. في ما يخص العبارات اللي قالتها حلا وهي متنرفزة. ما قالت شيء خارج نطاق الأدب. لما تردين تشوفين هالفيديو هذا، العبارة هذه تشوفينها صح ولا غلط؟ لما تقولين خراب مخه، خراب مخ يدتي، هذا الكلام تعتبرينه صح ولا غلط؟ لا غلط. شنو الموقف اللي صار اللي خلاك تطلعين حرتك؟ ترى شيء يا اخوي مثل ما قلت لك انا ارجع لك يا فيديو نزلوه ان حاله تقول ان ترى هذه كلها انا انغصب عليه وان هم يجبروني ان انا اتكلم وما ادري ايش. يجبرونك تتكلم عن شنو؟ عن ان يعني العلاقه مع معانا في العائله معاي ومع زوجتي ان دائما احنا نغصبها في الامور هذه. ما اعتقد ان حاله قالت كلام أساء وايد، وما تكلمت، هي تكلمت من حرة قلبها. بس أنت ما تعتقد بتصويرك ونشرك لهذا الفيديو أنك قاعد تطلع أسرار البيت؟ لا ليش هو لما نزل الفيديو ما كان أسرار البيت؟ أي فيديو؟ اللي نزله؟ من اللي لما يتكلمون يحطون بنت في موقف مو بحلو؟ لا اللي نزله الفيديو، منو تقصد اللي نزله الفيديو اللي قاله؟ اللي صور الفيديو. اللي هما منو؟ اللي هما يدتها اللي هم ولا؟ لا اللي هما أهلي. السلام عليكم، شلونكم؟ شو أخباركم؟ معكم حياة الدرج.
يوم التاريخ 9/5/2016 ودنيا بطمة نزلت اليوم على صورة على الانستغرام وأنا قاعدة أصب شاي مغربي غصب عني يعني فعشان بس تغذى يدتي. في لك فيديو باليوتيوب أنا شفته اللي هو قاعد ترد على فيديو منشور أن أم حلا ما تدري عن حلا وصفت بعض الحسابات أنهم مكرمين يعني كلكم مثل البهايم وقلت عن واحدة أنها هي حمارة ما عندك مشكلة أنت في العبارة هذه تقولها أقولها ورد علي حمارة وبنت 66 حمار هي ومن يشد على يدها واللي عاجب الكلام عاجب ولا عاجبه كيفه أبو شلون يتكلم كذي ما يصير أبو يا جماعة اللي يتدخل في شيء ما يخصه يسمع الشيء اللي ما يرضي خلتني أروح لبعض المراحل حسيت روحي فيها يعني أنا تافه إنه أنا قاعد أرد على واحدة مثل كذي بعدين استوعبت قلت أنا قاعد معطيها أكبر من حجمها هل اليوم أنت من الصح أنك تكون قدوة وتعيد وتكرر اللي يختلف معاك حمار وأقول لك حمار نعم. كل مرة إيه إيه وحتى هما كل الناس لازم يعرفون إنه هاي إنسان حمارة وأنا أتمنى أن ترفع عليه قضية لأعرف وين هي لا أنا أعرف شلون أغيرها وما ردي بغيرها وراح ينيرون واحد واحد وقتها أنا راح أجيبهم وأصورهم فيديو قدامكم وهم منزلين عيونهم في الأرض حلا تعتبرين أبوك قدوة لك طبعا الحين لما أنت تشوفين الوالد يقول حق شخص حمار هذا التصرف تشوفينه صح ولا غلط أنا أشوفها غلط بس وللحق إنه يدافع عن نفسه للحق يدافع عن نفسه غتشيني بالقلم بعد أنا قاعدة أتنافس لا شو عصبة شيكم عصبين يا جماعة أنا مو معصبة قولوا لا 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 تبي ترجع توصل الموضوع إن أبوك غلط في تصرفه يا عمي طبعا وجهة نظرها ما تبي بنتك تقول وجهة نظرها هي تقول اللي تبي أنا بالنهاية ما قلت الشيء اللي أنا أرد عيده مليون مرة إنه إيه أنا قلته أنت اليوم نشرت فيديوهات يعني كرد عليهم كرد فعل أو غيره نشرت فيديوهات كلها لها علاقة بخصوصيات الأسرة هم أنت ساهمت أنه يصير ضغط على عيالك 100% كلامك سليم أنت تعال يود بولون نفاخة ومفخة بس إذا زدت عن حدها شنو مرضها بس تنبط وقت ما تنبط خلاص الواحد ينفجر تداول الإعلام قبل فترة موضوع أن طليقتك كسبت حكم أول في حضانة عيالك هل حضانة كل العيال ولا طبعاً تستأنفت طبعاً طليقتك عطت المحكمة عنوان غلط بيتكم. طبعاً كانت حط عنوان غلط وأنا ذكرته وحطيته في مستندات هذه الأمور تفاجأت أن احنا كل يوم في قضية جديدة تريت احنا مو بقضية اللي مرفوعة علي أنا 60,000 قضية مرفوعة علي منها زين حلا لو طلع حكم فازت فيه أمك بحضانتك تروحين تعيشين معاها ولا لا لا تطلعيني أبوش طالعيني كلمة بابا هو بكل راحتك طالعيني ما تبي نقوله تبي أقولك يا فلوي ايه ما بروح زين حلا سؤال تعبتي من القصة هذه وهجوم الإعلام طبعا طبعا أنا أكيد تعبت أكيد لو في بنية في مكاني ويصيدها نفس الشيء أكيد بتتعب نفسيا منو الغلطان؟ هل هي الوالدة الوالد الناس اللي ما قاعد يقدرون الحالة وقاعد يدخلون في الموضوع هل هو الإعلام؟ أموج؟ الناس ليش الناس؟ ليش الناس هم يسكتون؟ 24 ساعة حاطين عينهم علي باقي بس خلاص يحسدوننا ونطح في الأرض احنا عائلة والله العظيم ما عندنا شيء ترى عائلة كلش حابين نعيش بسلام بس الناس مو برحمتنا من كثر ما انا اختنقت ترى يا جماعة والله العظيم البقت عندي طاقة خلوني اعرف اعيش عيالي بس فيهم واعرف ان الحين عندي الله الحمد لله راح يرزقني بعد في مولودة جديدة خلينا نعرف نعيش اعيشهم مرتاحين هدكم مني هدونا من هالسوالف هذه لا تدخلون في الناس ترى والله الدنيا دوارة ان اليوم عندي باكر عندكم وراح تكون عندكم انت بالأسوأ شو اللي تبون توصلونا ينننتونا خليتوا فينا عقل ما خلوا عقل خخخ ما خلوا اصلا من متى خلوا طيب في اللحظه هذه شنو امنيتك انا الامنيه اللي انا صدق اتمناها ان كل شيء يكون بخير والاوادم يوقفون بس وانا والله اتمنى نفس الشيء ان الناس يوقفون وان يتوقف التدخل في حياتكم ان شاء الله ان شاء الله ما تلاحظ طال عمرك
انك انت حاط نفسك انت الصح وباقي الناس كلهم غلط؟ انا صح. انت عاجبك بنت عمرها 14 سنه هاي ردت فعلها؟ لا طبعا. عاجبكم انت ويا مشاهدين اللي الناس مفروض انكم تفهمون الناس يا العاجله شايفين شو النتائج اللي قاعد تسوونها؟ هذه وصلتها وانت كذي. بس مو كل الناس ترى كذي يعني. انا قاعد اوصل للناس، هم عارفين قصدي من عن وين اتكلم، عن الناس المريضه. انا في عندي شيء بروكم اياه عشان هم اريحكم اكثر واكثر. شنو هذا؟ هذا انت مطلع لي تحت الطاولة اليوم كنا. من كثر ما انت تدخلت في حياة عيالي، من كثر ما انت وصلتوا له، ما اقول لكم الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عيالي تعالجون في دكاترة نفسية عشان ترتاحون. ارتاحوا. منو اللي قاعد يتعالج ب عيالي كلهم؟ عند دكاترة نفسية. فيني الصيحة ما راح تطلع مني الحين. ما في شيء في الدنيا بابا. ولا شيء. خليك قوية نفس ابوك. طيب هذا التقرير انا ماني فاهمه، اللغة الطبية مكتوبة. ما علينا، احنا من المكتوب علينا اقول لكم يا تعبهم. تعبتونا وياكم والله، والله كافي. حتى انت يا اللي اسمك منى عبد الله الصابر. تعبنا. طالعي. محمد. بابا. فيجا. تعال ابوي. كي كي. تعال بابا. تعال حبيبي. تعال. تعال حبيبي. تعال بابا. هاي عيالي. عيال محمد ترك. لا انت ولا قوة راح يقدر يشيلهم. كافي. كافي. الله يعطيك العافية حلا الترك محمد الترك، مشكورين على وقتكم. هالحلقة ما فيها تحت الطاولة، سامحونا يا جماعة. لا بالعكس، أنا وايد استانست وياك الصراحة، يعني والله العظيم. شباب كلينكس الله يخليكم. برنامجك من برامج اللي تونس بس في نفس الوقت تنرفز، فيعني عادي يعني. أنا أتعود هاللون، مو كل لقاء أطلع لازم سوالف عن عائلتي. ربعي عندهم مشاكل في البيت بس مو نفسنا، تطلع برا وتصير سوالف. الله كريم، عسى الله يسهل اموركم وسامحونا يا جماعه اذا ضايقناكم في شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ايها الشعب العربي العريق، الشعب الذي لا يحب أن يعمل ويعني يشتغل، يحب أن يلعب، يحب أن يستمتع، ولعل خير ما نستمتع به هو حياة الناس، أسرار بيوت الناس، فضائح الناس. يا سلام، كم هي لذيذة جميلة حلوة. وفي الحقيقة هذا ليس ذنبنا، يعني مو مشكلتنا أن اليومي المشهور يعرض حياته، مو مشكلتنا ان واحد من اهله راح يفضحه، احنا شكوا حتى لو ما له ذنب. لا مشكلتك، طلعت الاعلام، اذا من حقنا اليوم ان احنا نضحك ونقزرها عليه ونهينا. وحتى لو ما حد طلع حياته، احفر لين طلع حياته ونهينا. حتى لو ما كان مشهور، احد بالغلط سرب صورته، نضحك ونطلع عليها قصص ونهينا. نبي نلعب، شلون نستانس؟ شو قاعدين فاضيين؟ شلون نستانس؟ شلون نستانس بهذه الطريقة؟ وطز بمشاكلهم النفسية، طز بالأثر النفسي عليهم، طز بالبيت إذا اخترب، طز بالعيال إذا ضاعوا، طز بكل كلمة سيئة هدمت بيت وهدمت إنسان. مو مهم، أهم شيء إن احنا نلعب ونضحك ونستانس. وإذا يا يوم ودارت علينا وإحنا اللي انفضحنا، هم بعد نعذر الناس
لأن مجتمعنا يحب يلعب. معلش مرة أنت تلعب مرة أنت لعبان. هذه خلاص ما صار ما يتمنى. السلام عليكم. سوار حلقة اليوم حق شخص فريد من نوعه، يمكن ما قدم خدمة للمجتمع بس قدم أعظم خدمة للبشرية وهي الأمل. كان يمشي إنسان طبيعي، صار له ظرف ما قدر يمشي، ما قال راح أوقف، ما قال أنا سلبي، ما قال أنا انتهيت، سوى شيء حتى اللي يمشون معظمهم ما يقدرون يسوونه. أسامة كمشاد رغم الإعاقة إلا أنه يقفز من مرتفعات طائرات، لا وبعد ما يقفز يغوص. أسامة كمشاد حياك الله. الله يحييك، نورتنا طال عمرك في سوار شايب. نبي قصة القفزة اللي هي وبعدها الدايفنج. قفز من الطيارة. كم كان ارتفاع؟ 13000 قدم ما شاء الله ارتفاع، وبطلت نظل على 4000 قدم. اوكي. بعدين طبيت بالبحر، سبحت حلو 100 متر ل 150 متر، كنت حاط عدة الغوص يعني، لبست العدة و لبستها وانت بالبحر؟ ما نبقى. ما شاء الله. وغصت 15 متر. انا على البر ما اقدر البس حتى بالبحر. سامة كمشاد حياك الله، نورت سوار شعيب. اقل ما يقدم لك هو سوار شعيب تكريما لي يعني خلينا نقول مشوار النضال. نتمنى لك ان شاء الله يعني مستقبل اقوى، قفزات اقوى. عاد روح إيفرست، ها لا تقعد تعطيه 13000 نبي اطلع لي، عرفت شغلات اطلع لي. حبيبي تستاهل الخير. سامحني يا ابو الشرف، اليوم ان شفتكم قعدت وياكم واتشرف اكثر اني راح اطلع بسوار شعيب. لا الساعه المباركه والشرف لنا والله. لحظه تمشي بدون ما تسوي سبسكرايب سبسكرايب. شغل النوتيفيكيشن. ايش رايكم فيني بس؟ مضبوطه؟